هذا شايفه سعد المدرس، شايفينه سعد المدرس، ما اقول لكم هو هذول هم اللي يسوون الفتن. سعد المدرس هذا يطلع مسوي له ايضا مثلي، بس هو على اساس شنو قاعد بجامع، لا هو ماكو مثلي يعني، ماكو ولا واحد. انا مرات ينامون الجهال، ما يجوز هم من الجهال، جهاله قاعدين بالبيت، قاعد بالديوانيه مالته بالصاله ومسوي له على اساس بالمسجد، وقاعد يشرب شاي مسوي نفسه يعني هو، لا هو عنده بالبيت مسوي، ماكو لا جمهور ولا شيء كذي. ايش يقول هذا حتى تعرفون هذول شنو قاعد يسوون، شلون قاعد يدفعون بالسدال المغيبه عقولهم. انت لازم تعرف انت عندك قنبله نوويه، عندك هذول الاتباع قنبله نوويه بالعراق، منين يجي هذا؟ يقول هذا سعد المدرس، يقول ابو مهدي المهندس، يقول قبل لا نسقط الصهيونيه، اسمع الحكي حتى تفتهم دول شنو، يقول قبل لا نسقط الصهيونيه يجب ان نسقط دوله ال سعود، اذا سقطت هاي لان اسرائيل ما عندهم مقومات بقاء من الداخل ابد، مقومات البقاء كلها من الخارج، المدد الامريكي والمدد الخليجي والسعودي، فإذا ضربنا المدد نقضي على إسرائيل. شفت هذولي الفتنة، شفت الفتنة، هذا سعد المطيرجي يعني يقول لك روح للسعودية ونخلص منها ونرجع على إسرائيل، حتى تقول لي أنا أريد أسوي إقليم، ويا من تسوي إقليم ويا مثل هذا الكذب، حاشا الكذب والله. حتى أنت تقول لي والله أنا عمي إحنا نحكي، أكو ناس تحكي، أكو يسمونهم، أكو يقول لك هذا والله كبير عمره عدة تجارب، من يحكي يعرف البير وغطاء، يعرف شنو راح يجي من دول، لأن دولي حبيبي مو مثلك، يعني أنت رجل شريف، أنت رجل عندك أصل مؤصل، يعني ما أحد يقول لك هذا رجل مؤصل، هذول ما عندهم هاي السال، هذول أصلا ناس هاي ماكو قصة ما تعرف، بايعينها الإيران على مود الفلوس، ترى هم ما يعترفون بالمذهب. الآن أنت سوي لك ويا مشكلة، سوي لك ويا مشكلة، هذا ضربة براشدي، شوف شلون ينزلهم كلهم واحد واحد، نزلهم من الله والحسين وها كلها اللي ينزلهم يعني يسبهم، كات الروحة على مود الفلوس، واللي ينطي بلد على مود الفلوس كل شيء، يعني انت الى مالك خير بوطنك، مالك خير لا بعرضك ولا بشرفك ولا بشيء.